قال التلفزيون السوري أنه سمع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة أمريكية في الريف الشرقي لمحافظة حمص على الحدود مع العراق. وأوضح التلفزيون السوري أن القاعدة الأمريكية تقع تحديدا في منطقة التنف بريف حمص. قال مسؤولون حكوميون وعسكريون إن 14 مدنيا على الأقل وأحد أفراد الأمن قتلوا بطريق الخطأ عندما فتحت القوات الهندية النار بشكل عشوائي في ولاية ناغالاند شمال شرقي البلاد. وقال وزير الداخلية الهندي إنه يشعر بألم بالغ من أنباء مقتل مدنيين في حادث إطلاق النار في ساعة متأخرة من ليل السبت. وأضاف الوزير على تويتر: ستجري حكومة الولاية تحقيقا دقيقا وشاملا في هذا الحادث لضمان العدالة للعائلات الثكلى.